السلام عليكم متتبعين قناة سهام في هولندا. كنتمنى هاد الفيديو هذا يلقاكم بأحسن الأحوال وفي صحة جيدة. كيف كتشوفوا اليوم عادي تقولوا اش هاد العجب دايره لنا سهام؟ ها انتم الدنجال يا سيادي، الدنجال ها هو دنجال مفور، وما نحرقش لكم المراحل، تفرجوا في الفيديو غادي يعجبكم بزاف العشاق الدنجال. نتمنى الطريقه هذه تعجبكم، تبعوا الفيديو وما تضيعوش حتى شي لقطه فيه، وغادي تعجبكم هذه الوصفه هذه بزاف بزاف. يلا فرجه ممتعه مع الفيديو. غادي نبدا معكم مقادير ديال هاد الدنجال هذا معمر، الصراحه كيجي بنين بزاف وغادي يعجبكم، وغير غادي تجربوا هاد الطريقه هذه عمركم ما غادي تستغناو عليها. انا دائما كندير هاد الطريقه هذه وكتعجبني بزاف وغادي نشاركها معكم اليوم. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو، كيف كتشوفوا هنايا، اول حاجه اللي هي ضروريه دنجال، يعني اي كميه عندكم ديال الدنجال. انا خديت هاد الدنجال هذا اللي هو صغير كيف كتشوفوا فيه بحال هكا، من الاحسن تكون القشره ديالته كتلمع بحال هكا، يعني تيكون باقي جديد. هنا عندي جوج ديال الفلفلات خضرات، ممكن تستعملوا غير وحده، ممكن تستعملوا جوج. هنا عندي واحد الفلفله حمراء، عندي فلفله حاره، ممكن هاد الفلفله هذه تعوضوها بالفلفله الحاره تكون كثيره، وديروا غير وحده صغيره او لا غير نص فلفله، يعني لكم الاختيار. انا بالنسبه لي ما كناكلش الفلفله الحاره، وهذه عارفه بلي راها ما حاراش بزاف، داكشي علاش غادي ندير غير نزود واحد ديال الحرور، والباقي غادي نديرو الفلفله حلوه. ودرت ممكن ديروا اي لون عندكم، انا عندي هادو هكا متواجدين، داكشي باش غادي نستعملهم. وغادي نستعملو كذلك واحد الراس ديال الثومه، بيان سور ما عاديش نستعملو كامل، غادي ناخذ 4 ديال الدروس او لا 5 ديال الدروس. اول حاجه غادي نديرها هي غادي ناخذ الدنجاله بحال هكا، وغادي ناخذ موس وغادي نقسمها على 4، نديرها بحال هكا ونحاولوا نوصلوا عند الراس ديالها ونحبسوا، ونقسموها ثاني بحال هكا باش تجينا مقسومه على 4. كيف قلت لكم حاولوا ما توصلوش الموس للاخر ديالها، الراس ديالها لا تجي هذه هنايا ما توصلوش الموس. دابا بحال هكا حنا كيف كتشوفوا قسمناها على 4، هاي الدنجالة عندنا بحال هكا. غادي نستمر بهاد العمليه هذه حتى نكمل كاع الدنجال اللي عندي. نفس الشيء غادي ندير حتى هذه معايا، بحال هكا هي دابا الدنجالة عندي مقسومه على 4. نفس الشيء ملي كملت كاع الكميه ديال الدنجال اللي عندي، دابا غادي نوريكم كيفاش غادي نديرها. غناخذ الدنجاله بحال هكا، غادي نفتحها، انتما كيف كتشوفوا مقسومه على 4، وكنحاولوا ما نوصلوش للراس ديالها، يعني حتى كنوصلوا للموس لهنايا وتنحبسوا. دابا غادي ناخذ هاد هنا كيف قلت لكم البنات، كناخذوا الدنجال من بعد ما فرقناه هكا على 4 كيف كتشوفوا، كنتمنى الصوره تكون باينه لكم. كنحاولوا اننا ما نوصلوش الموس للراس ديال الدنجال بحال هكا، كنقسموه على 4، الاولى الثانيه ثالثه الرابعه بحال هكا. كناخذوا الملحه كنديروها فشي بصيله اولا كنديروها فشي قريعه بحال هكا باش كتجينا ساهله اننا نخدمو بها. كنشدو الدنجال هكا كنفرقوه، وكنحاولوا نعمروا الداخل ديالو بشويه ديال الملح، يعني نحاولوا اننا ما نكثروش حيت غادي تبخر هذه الملحه هذه. كنديروا بحال هكا وكنحاولوا نسدو عليها. كناخذوا الكسكاس ديالنا اللي حنا دايرين القدره فوق البوطه ودايرين فيها الماء، وكنحطوا الدنجال ديالنا بهذه الطريقه هذه بحال هكا مسدوده. غنبقى بحال هكا تنكمل كاع الدنجال اللي عندي. نعاودها معكم، ها نتومايا كنفرق الدنجاله بحال هكا على 4، وكندير فيها شويه ديال الملح الداخل ديالها بحال هكا بحال الشكل هذا هكا، وكنسد عليها هكذا، وكنحطها الكسكاس على هاد الشكل هذا هكا. كنبقى مستمره حتى كنكمل كاع الدنجال اللي عندي بنفس الطريقه. من بعد ما كملت الكميه ديال الدنجال اللي عندي كلها هكذا عمرتها بالملحه، دابا غادي نحطها على جانب. غادي ناخذ جوج ديال الفلفلات، ما غادي نديرش ثالثه، غادي ندير غير جوج الحمراء والخضراء على حسب الكميه اللي عندي ديال الدنجال، يعني نتوما على حسب الكميه ديال الدنجال اللي عندكم كتبداو كديروا شحال غادي خصكم. نحيد لها الراس بحال هكا، ونحيد لها الزريعه،
وتقسمها هي هكذا على أربعة، ماشي بالضرورة ممكن تقسموها كيف ما بغيتو، غير أن باش تجيني سهلة في هاد الكسكاس هذا، باش تجي سهلة باش أنها تبخر. غادي ناخد كذلك الفلفلة الحمراء، غادي نديرها نفس الشيء، بحال هكا في ثلاث ذريعة اللي فيها، وغادي نحطها حتى هي في الجال ديالي هكذا بهاد الشكل هذا هكا. غادي ناخد هاد الفلفله الحاره كذلك غادي نحطها هنايا، غادي ناخد بعض الفصوص ديال الثوم، ها وحده جوج ثلاثه اربعه، كونوا سخين شويه نزيدو الخامسه. غناخد هاد الفصوص هادو ديال الثوم خمسه بحال هكا، وغادي نديرهم في هاد الجنب هذا هنايا باش حتى هما يطيبوا ليا، وغادي نسد عليها وغادي نحطها من فوق ديال البوطه من فوق القدره. انا حطيت دابا هانتوما كيف كتشوفوا الماء راه عندي راه سخن، حطيت من فوقو هذه الخضره ديالتي اللي راني درت هنايا، الدجاج والفلفله والثومه، وغادي نسد عليها بحال هكا ونخليها حتى تطيب، ونرجع لكم نوريكم تتيما كيفاش غادي نكملوا هذا الدجاج هذا ديالنا. بعد ما وجد عندنا الدنجال هو الفلفله خرجناهم حيدناهم من فوق البوطه، ها هو كيف كتشوفوا انا حاطه هنايا دايره ليه التبصيل فاش كيسقطر. هنا وجدت العطريه اللي غادي نحتاج باش غادي نعمروا هذا الدنجال هذا هنايا. هنا اول حاجه عندي معلقه ديال التحميره بابريكا، وعندي معلقه ديال الخرقوم، عندي معلقه ديال الكمون، ومعلقه ديال سكنجبير، واحد شويه ديال الزعفران زغبه يعني شعره، تقدروا تستعملوه اذا كان متوفر، اذا ما كانش متوفر بلاش، حيت هاد الدنجال هذا غادي نديروه وغادي نخليوه في بواطه غادي يترقد. وراكم عارفين الزعفران اذا كان متوفر عندكم راه الا ترقد كيعطي واحد الطعمه زوينه في الماكله، داكشي علاش انا كيف كتشوفوا هنايا درت واحد شويه منه. هنا غادي نحتاجوا واحد شويه ديال الملحه، زيت الزيتون، حنا فاش غادي نخلطوا هادشي كله، والربيع نفس الطريقه اللي عودتكم عليها ديال الربيع كنديروا في الكونجيلاتور، هانتوما دابا نيت احتاجيتو وبقيتو عندي في الكونجيلاتور وما عنديش طري، عندي بحال هكا وكيبقى كانه طري كيف كتشوفوا اللون ديالو. الطريقه ديالته انا غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، الناس اللي ما شافوش الفيديو يدخلوا ويديروا نفس الطريقه، غادي تحتفظوا على الربيع ديالكم قزبر ومعدنوس كيبقى كيف هو. هنا عندي جوج معالق ديال قزبر ومعدنوس، دابا غادي نبدا كيفاش غادي نخلطوا هذا الشيء هذا كله ونعمروا به هذا هنايا. ناخذ طحانه، ممكن تستعملوا اي طحانه عندكم، انا خديت هنا طحانه. غادي ناخذ هذه الفلفله هذه اللي درنا الاولانيه كيف كتشوفوا راه هي طابت، الفلفله الخضراء راه باقا سخونه، غادي نديرها هكا في الخلاط كلها، وغادي نزيد عليها الفلفله الحمراء بحال هكا، وغادي ناخذ هاد الحروره هادي غادي نزيدها حتى هي عليه، وغادي ناخذ هاد الربيع هذا اللي عندي الخليط هذا اللي عندي هنايا، وغادي ناخذ واحد شويه ديال الملحه، نحاولوا ما نكثروش الملحه لحقيتاش راه الدنجال فاش درناه كيطيب درنا فيه الملحه. غادي ندير شويه ديال زيت الزيتون تقريبا قياس 4 المعلقات ديال الزيت لحقيتاش كيحتاج الزيت مزيان، قلت لكم 4 معالق ديال الزيت. هنا غادي ناخذ تحميره، غادي ندير معلقه ديال التحميره، معلقه ديال الخرقوم بلدي، وهنا غادي ندير كمون، سكنجبير، العطريه طريه، وما ننساوش الزعفران الحر، ها هو هنايا غادي نضيف هاد المكونات هادو كلهم هكا، وغادي نطحن هادشي كله باش نعمرو به الدجاج ديالنا. هنا من بعد ملي بديت كنطحن غادي ناخد الثومه اللي راه حنا درناه حتى هي طابت لينا مع الدنجال، غادي نحيد لها القشره ديالها وغادي نرميها بحال هكا باش حتى هي تخلط مع هذا الخليط هذا كله اللي انا دايره في الطحانه ديالتي، غندير لها بحال هكا راه كتحيد بسهوله
ممكن غير تمعسوها. انا غادي نخلطها مع هذا الخليط هذا كله، كتكون بحال المعجون. ها انتو معايا، ها هي دغيا كتحيد من القشره ديالتها. ضروري الثومه في الباذنجان وفي الفلفله كذلك. راني ديجا درت معكم الفلفله، الطريقه ديال الزعلوك ديال الفلفله، حتى هو كيبغي الثومه وتيبقى حتى هو واحد المده في الثلاجه. غنخلي لكم حتى هو الرابط ديالو تحت صندوق الوصف بحال اللي بغي يشوفوا. صراحه اللي ما تياكلش الفلفله وجرب هذيك التقنيه اللي درت عاتي كيموت عليها، يعني كتعجبو، كيولي دائما الفلفله ما تخليهاش تضيع لك. دائما الفلفله الا جبتوها كثيره ديروا بها زعلوك في الفران، ومن بعد كديروا في بواطه وديروا ليه زيت العود. وكذلك هذا الدنجال هذا كديروه كيبقى 15 يوم في الثلاجه، كيبقى كيف هوايا. فيما درتو شي حاجه بحال الحوت، شي حاجه هكا خفيفه، كتحطوه كمقبلات، كيجي صراحه زوين بزاف وما كيضيعش لكم الدنجال ديالكم. دابا غادي نكمل الطحين ديال هذا الخليط هذا. هنا من بعد ما وجد عندي الخليط ديالي ديال الفلفله والزيت والعطريه، غادي ناخذو بحال هكا، غادي نخوي في هاد الطاسه هادي هنا. صراحه كتعطي فيه الفلفله واحد الطعمه زوينه. ممكن كيف قلت لكم تستغناو على الفلفله، ديروا غير نوع واحد، وممكن كذلك ديروا غير الحار. الناس اللي عزيز عليهم الحار كياكلوا الحار، ممكن ديروا غير الحرور يعني، وما ديروش الفلفله الحلوه. انا حيت ما كناكلش الحار، داكشي علاش درت غير وحده وعارفه انها ما حارهاش غير باش تعطيني ديك النسمه ديال الحار. الخليط ديالي ها هو واجد هنايا، الباذنجان ها هو كذلك واجد. خديت واحد البواطه هنايا، فاش غادي نديرو ضروري انها تكون كتسد باش ديك العطريه تدخل لينا في الباذنجان. دابا غادي ناخد هاد البواطه هادي، غادي نفتحها وغادي نحطها هنا حدايا بهاد الطريقه هادي هكا. وغادي ناخد الباذنجان، غادي ناخدو غادي نفتحو بحال هكا، وغادي نعمرو بهاد الصلصه هادي اللي عندي هنايا. صراحه فيها واحد الريحه زوينه، تقدروا تاكلوها غير بحال هكا. وغادي نجمعو هكذا وغادي نحطها في البواطه بهاد الطريقه هادي. نفس الشيء غادي نبقى مستمره حتى نكمل كاع الدنجال اللي عندي باش نعمرو، باش ياخذ هاد العطريه هادي وهاد الفلفله هادي اللي انا دايره، والزعفران الحار والثومه باش تشرب العطريه مزيان. غنبقى مستمره بحال هكذا كنستفهم في البواطه عندي حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي ديال الدنجال. انا خدمت به باقي سخون باش انه يتشرب العطريه. ممكن تخلوه حتى يبرد وتعمروه بهذه الطريقه هذه، لكم الاختيار. غنبقى مستمره بحال هكذا حتى نكمل كاع الدنجال اللي عندي ونرجع معكم. الدنجال ديالي من بعد ما كملتو كيجي بحال هكا هانتومايا. حاولت نعمرو مزيان بهاد الصلصه هادي اللي حنا صاوبنا مجموعين باش انه يشربها مزيان. دابا غادي نحاول نغطي الفوقي ديالو كله بهاد هاد لاصوص هادي اللي بقات عندي بحال هكا. صافي، دابا غادي ناخذ زيت العود وغادي نزيدها من الفوق ديالو بحال هكا باش انه يشرب مزيان هاد العطريه هادي وزيت العود كيف كتشوفوا هكذا. دابا غادي ناخذ البواطه وغادي نسدها وغادي نحركها واحد شويه باش هاد الدنجال هذا يدخل في بعضه ويدخل فيه هاد الزيت هادي كلها بحال هكا. ضروري انكم تحركوه بحال هكا باش كاع دوك الفريقات اللي حنا دايرين فيه باش تدخل فيه العطريه ديالو. دابا كيف كتشوفوا ها هو الزعلوك ديالي واجد، عرفتوا طالع منه واحد الريحه زوينه بزاف. غادي نسد عليه دابا وغادي نحطو في الثلاجه وغادي نخليه حتى الغدا، ونوريكم طريقه ديال التقديم ديالتو كيفاش كتجي في الطبصيل فاش نبغيو نحطوه. ضروري اننا نديروه ليله قبل، الا كنا باغيين نستعملوه الغد نديروه ليله قبل ونخليوه حتى النهار الثاني ونستعملوه باش انه كيتشرب العطريه ديالتو. وكيف شفتوا الدنجال من الاحسن ديروا دنجال صغير بحال اللي درت انايا،
معايا، راه كتلاقاو بعض المرات متوفر في الاسواق بحال هكا، يعني قياس اللي يكون صغير ما يكونش كبير، عرفتوا داك الدنجه اللي تيكون كبير ما كيتشربش العطريه وتكون فيه ديك الزريعه بزاف، ماشي بحال هذا اللي صغير. فيما تلقاوه في الاسواق خذوه وديروا به الطريقه هذه، غادي تعجبكم بزاف. دابا نخليكم حتى الغدا ونوريكم الشكل النهائي ديالو. دابا هانتوما شوفوا لي العطريه ديالته غادي تشربها مزيان حتى الغدا. الدنجال ديالنا البنات اللي وجدنا مجموعين كيجي بحال هكا من بعد ما بات الليله كامله في الثلاجه، هانتوما كيترقد وكيشرب العطريه ديالته مزيان. هانتوما شوفوا لي الزيت والعطريه والدنجال كيبان عرفتوا شارب العطريه ديالته. شوفوا لي من هنا هي هانتوما شارب العطريه وفيه واحد الريحه زوينه بزاف. غادي ناخذو دابا غادي نحطو معكم في الطبسيل باش تشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي. خصنا الا بغينا ناخذوه نحاولوا اننا نهزوه من جهه الراس من هاد الجهه هادي هكا بحال هكا باش نحاولوا ما نفتحوش. هانتوما كيجي بحال هكا بهذا الشكل هذا هكا. دابا غادي ناخذوا ضروري واحد شويه ديال لاصوص نزيدوه معاه. نحاول ناخذ شويه ديال لاصوص وشويه ديال العطريه. انا نميل هاد الطاسه هادي باش نقدر انني ناخذ منها. بحال هكا كيجي نافق معها عرفتوا فيه واحد الريحه البنات، عشان نقول لكم واحد الريحه زوينه بزاف بزاف بزاف. كيف قلت لكم الصراحه كيجي بنين بزاف، ومع هاد لاصوص هادي اللي فيه صراحه كيجي واعر. بصحتكم وراحتكم، وكنتمنى هاد لا فيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، وهاد الوصفه هادي اللي قدمت لكم تنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على متابعه الفيديو حتى الاخير، كنشكركم على الوفاء ديالكم، وكنقول لكم نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. تحياتي لكم.